ليلى يلا حبيبتي بلاش ما نتأخر على المدرسة. يلا بابا أنا جاهزة. مشاكل داخلية، مشاكل خارجية، مصايب الاحتلال. الليلة عيد ميلاد ليلى الساعة 8. طيب؟ طيب 8. شو قلت لي اسم حضرتك؟ أبو ليلى. أبو ليلى. والتاكسي اللي برا هذا تحت إلك. أي نعم. مرشح قاضي. بس قانونيا بتقدرش تقعد حد الشوفير من غير ما تحط إشارات. قانونيا صباح الخير يا قانون. أنا لقيت هذا التليفون في التاكسي بعد شو مصاحبه. طيب. فمفروض أسلمه للشرطة. يا أخوي أنا تحت طاولة في قلب جهنم حمراء، بحكي معك بعدين. أو أنت بتحكي معي بعدين. أو هو بحكي معك لما التليفون يصير معه. هذا التاكسي إلي مش تابع للعرس. مش تابع للعرس؟ لا. عمي خذ التاكسي تبعك وخذه مكان ثاني. وبسرعة. لا لا لحد هون وبس. أنا بسمح الكاش تحكي معاي هيك مفهوم؟ كمان شوي بصل بالتاكسي على المستشفى بطلع التاكسي من المستشفى وبجيب لك تلفونك وخلص. بيني وبينك هو مش راضي عن الوضع بالمرة. إذا أنا مش فاهم إشي كيف بدك تفهم؟ كيف بدك تفهم يا صاحبي؟